مرحبا بكم مجددا منتظرا الكرام، ولا نزال في متابعاتنا المسائية وكتاب والأدباء تكتفي بالفائزين بجائزة الإبداع الثقافي لأفضل إصدارات 2019. تحتفي الجمعية العمانية للكتاب والأدباء مساء اليوم بمقرها بمرتفعات المطار في الفائزين بجائزة الإبداع الثقافي في دورة 11 وتكريم شخصيتي عام الثقافيتين وتداعبت عنهما واختيار الشاعر والأديب محمد بن حمد بن علي المشهوري وأيضا مكتبة الشيخ محسن بن زهران العبري الأهلية بولاية الحمراء شخصيتي العام الثقافيتين تكبيرا لإنجازهما الثقافي الحافل. للحديث عن شخصية العام ومكتبة الشيخ محسن بن زهران العبري الأهلية بولاية الحمراء التي اختيرت هذا العام، يسرنا أن يكون معنا الشيخ حمد بن محسن العبري. مساء عليك بالخير الشيخ حمد. مساك الله بالنور أخي العزيز، كيف حالك؟ الحمد لله، ونبارك لكم اختيار مكتبة الشيخ محسن العبري الأهلية بولاية الحمراء كشخصية العام الثقافي. نتحدث عن هذه المكتبة وتاريخها وتاريخ إنشاء هذه المكتبة. مكتبة الشيخ محسن زهران مكتبة طبعا كانت مكتبة أهلية أو مكتبة شخصية للوالد المرحوم، بدأ في إنشاء تقريبا في عام 1363 هجري يوم كان عمره 15 عاما.